بخصوص قضية محمد الوان ونحدد مناظرها درس الغداء إن شاء الله الموافق 16/9 مرور 192. كان بدايتها من عام 2016 بسبب أن النيابة جنوب القاهرة نيابة الحوادث أقحمت مجلس نقابة حلوان في اتهامات وتم طلبهم بحكم النقيب وكيل النقابة والأمين العام للنقابة حينها بمراسلتهم وطلبهم عن طريق الشرطة وخالفوا تعليمات النيابة والقوانين فيما يخص مخاطبة وطلبات أعضاء النقابة الفرعية والنقابة العامة. ومن هذا انتفضت الجمعية العمومية لمحامين حلوان بسبب هذا الأسلوب وهذا هذه الطلبات عن طريق قسم شرطة حلوان. ومن ذلك فوجئنا بإجراء تحقيقات من قبل نيابة مي والتبين، ثم ترأس نيابة الكلية وتم الزج بنا جميعا باتهامات باطلة ليس لها أي وجود على أرض الواقع، وهي اتهامات الاحتجاز والتحريض والبلطجة، كل ذلك لا يتوجد أساسا لها في الواقع من شيء. واستندت في هذه الاتهامات إلى موظفي النيابة ما يكتبين أنفسهم دون أن تستدعي أحد موظفين النيابة نيابة حلوان، واقتصرت فقط التحقيقات على 4 موظفين من نيابة ما يكتبين. تم بناء على هذه الأقوال ومن أقوال الموظفين أنفسهم أنهم اضطروا إلى هذه الشهادة بناء على رغبة النيابة والمحققين وإقرارهم على هذه الشهادة. فوجئنا بأقوال الموظفين ليس لها أي أساس من الصحة والواقع، والزج بأسماء بأشخاص فوجئنا بأنهم لم يعرفوهم أصلا في التحقيقات التي تولتها النيابة الكلية. فوجئنا بأن 4 موظفين قاموا بالزج بعض الزملاء وأسمائهم في محاضر في تحقيقات النيابة الكلية، واتهموا باتهامات باطلة واتهامات ليس لها أساس من الواقع واتهامات خطيرة. ولكن النيابة نقابة حلوان الفرعية قامت بمباشرة التحقيقات وتقديم الطلبات اللازمة حتى يكون في شفافية ونزاهة في التحقيقات، وقمنا بتقديم 13 طلب لنيابة حلوان الكلية، وبالفعل تم تحقيق بعض هذه الطلبات وهو ضم دفتر حضور الانصراف، سؤال الموظفين مرة أخرى، سؤال باقي الموظفين من حلوان وما يكتب به، كل الموظفين العاملين بالمحكمة، والحمد لله تم الوصول إلى حقيقة الأمر. منهم من وقف على لفظ كلمة إن إحنا اتفهمنا غلط من النيابة، وهذا شيء مش عارفين نفسره إزاي، إنه متفهموا غلط، الموظفين فهموا خطأ، ده شيء طبعا يثير الدهشة ويثير القلق والاستياء من هذا التحقيقات. فوجئنا من الموظفين اتحقق معاهم في أول مرة أمام نيابة الحوادث بنيابة جنوب القاهرة، فوجئنا بذات الموظفين قرروا بإن إنه كان في احتجاز من 9 صباحا للساعة 2، قرروا بإن حوالي 5 دقائق و 10 دقائق، ثم منهم من قرر بإن الإخوة الزملاء المحامين اللي تم زجهم وذكرهم في بداية التحقيقات إنهم لم يعرفوهم أصلا ولم يتعرفوا عليهم داخل غرفة التحقيق، وتم إثبات ذلك وملحوظة من النيابة الكلية مشكورة بإنه لا يعرف إن شاهد الإثبات
ثبت وأقر أمام مدير الكلية بأنه لا يعلم شخص الزميل الذي زجر به بالاتهام. ومن كل ذلك تم استبعاد بعض الزملاء من الاتهامات رغم وجود تحريات بأسمائهم ورغم وجود أقوال في التحقيقات الأولية من نيابة جنوب القاهرة. تم استبعادهم تماما من هذه الاتهامات. فوجئنا بأن القضية تم تحديد لها جلسة 28/7 أمام محكمة جنح حلوان الطوارئ. تظلمنا من هذا القرار وبالفعل تم قبول هذا التظلم وتم سحب القضية مرة أخرى من المكتب الفني النائب العام وتم حالتها مرة أخرى لمحكمة جنح حلوان أمام القاضي الطبيعي. وفوجئنا طبعا بالاتهامات الغير صحيحة والاتهامات كلها ليس لها أي أساس من الواقع في الأوراق من حجاز أو بلطجة أو سبب أو إهانة أو خلاف ذلك. هو كان مجرد تحقيقات نيابة الحوادث من مرتبة نيابة جنوب القاهرة الكلية إنها كانت المذكرة الموجهة بالاتهامات من قبل رئيس نيابة نوتبين وقام بالتحقيقات أيضا النيابة الكلية نيابة جنوب القاهرة حينها كنا تابعين لنيابة جنوب القاهرة الكلية. وكان المقرر قانونا كان يلزم أن يمتد قاضي التحقيقات بنزاهة التحقيقات وشفافيتها وحرص على تحقيق العدالة. كان يجب نبذ قاضي للتحقيقات بين المحامين والنيابة لأن النيابة هي صاحبة الاتهام والنيابة هي من قامت بإجراء التحقيقات فهذا مخالف لصحة القانون. وتم إدارة كافة التحقيقات من اتهامات وتحقيقات وسماع الشهود وسماع الأدلة التي تم الزجي بها وتوفيرها من قبل النيابة هي كلها جميعها من قبل جهة وجهاز واحد هي النيابة. وإن شاء الله بكرة نكون حاضرين بهيئة الدفاع ورؤساء الدفاع معالي النقيب العام سامع عاشور ومجلس نقابة حلوان الفرعية وفريق دفاع من الجمعية العمومية من حلوان. وإن شاء الله جاهزين بأمر الله لانتفاء كل هذه الاتهامات موجهة لزملائنا المحامين السبع وإن شاء الله أمام القضاء العادل وملازنا الأخير القضاء نحصل على البراءة بأمر الله سبحانه وتعالى لأن التهم بالفعل غير متوفرة وأن التهم غير صحيحة وزبدة بالزملاء باتهامات ليس لها أي أساس من الصحة في الأوراق وخلق كلها من الاتهامات خلد جميعا ولذلك أمر الله يكون الدفاع بكرة جاهز للفصل إن شاء الله في القضية وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونحصل على البراءة بأمر الله وكل ده عشان إن شاء الله كبير في الله سبحانه وتعالى أنت نحصل على البراءة.